كابتن اسامه الف مبروك، اعتقد فوز مستحق لشباب النادي الاهلي الشوط الثاني. فوز مستحق ومجريات المباراه ساعدت اكيد يعني، لانه انت في بدايه ال 20 دقيقه الاولى قبل اضاعه ضربه الجزاء دي، بالعكس كانوا الربع ساعه الاولانيه من الشوط الثاني يمكن من اقل حتى من الشوط الاولاني، ولكن حصل تحول غير طبيعي بعد اضاعه ضربه الجزاء اللي مصطفى شلبي حطها في العارضه، لان بعديها بالدقيقتين على طول مكسوني جاب الهدف. تغير اداء اللعيبه بقى هنا، هنا ابتدت الروح المعنويه تعلى كتير جدا. حتى اللعيبه اللي كانت ادائها دي نقطه ضربه الجزاء ثم هدف مكسوني كانت نقطه تحول كبيره قوي. شفنا 20 25 دقيقه فيهم روح عاليه، فيهم بعض الجمل اتعملت، في جون تاني حلو، ثقه اللعيبه حتى في نفسها زادت، سرعة التحول من الجري دفاع لهجوم للدفاع، كمية الجري بقت اكتر. صحيح. طبعا التغييرات الى حد ما حررت ونشطت اللعيبه شويه. صلاح محسن ومكسوني ولما محمود نزل جاب جون، وزياد طارق جاء عمل التسديده اللي تابع فيها جول. فهو التحول يعني الشوط الاولاني وحوالي 10 دقايق 20 دقيقة من الشوط الثاني كان ماتش قليل جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي، لكن بعد زي ما قلت لك إضاعة ضربة الجزاء وهدف مكسوني على طول بعدها بدقيقة، 25 دقيقة تعتبر جيدة جدا. يعني شبهتنا شوية إلى حد ما بالأداء اللي ابتدوا بيه في ماتش الاتحاد بالظبط، غير الساعة الأولانية النهاردة بالزبط. غير مباراة الإسماعيلي، غير مباراة إسنر كامباني. فأتمنى إن المكسب النهاردة يديهم ثقة، لأن هم اللي مكملين. صح. يعني هم اللي هيلعبوا الماتشين الباقيين بنفس التشكيل ده، سواء حد بيتغير واحد ولا اتنين، حد بيبدأ حد بيقعد، لكن أنا أقصد هي المجموعة دي اللي هتكمل، فلابد إنه يعني مجهودهم واصرارهم يزيد عن كده. في بعض الناس ظهرت الى حد ما بمستوى معقول، لكن في ناس اخرى ما كانتش ظاهره. يعني النهارده مصطفى شوبير في كورتين صراحه صدهم هايل قوي. هايل فعلا. في كوره كانت طويله لمصطفى شلبي تقريبا وحصلها برجله قبل ما يطلع، مدافع رجعها. والكوره اللي كانت هتبقى تعادل في الدقيقة 86 اللي هو اللعيب يوسف لبيب لما نزل راح انفراد، طلع عليه كويس قوي وصدها كويس قوي، والفاول اللي من ورا الحيطة برضه ما حدش شافها، كانت حسبت اوف سايد. بس شالها حلو قوي، شالها كويس، والفاول اللي عدت من الحيطة برضه شالها حلو قوي. يعني ففي شوية حاجات ايجابية. شرقية مع رامي ربيعة مع كريم فؤاد كانوا محافظين مظبوط على المنطقة بتاعت اللي هي امام مصطفى شوبير. الارتداد للدفاع والحماس والمحاوله المحافظه على جون على مرمى النادي الاهلي ان احنا ما يجيش فينا جون كانت واضحه، لكن زي ما انا قلت لك انه ما فيش شك ان ضربه الجزاء في الدقيقه 68 ثم تلاها هدف مكسوني خلوا ال 20 دقيقه مختلفه تماما، اخر 20 25 دقيقه عن الساعه الاولى في المباراه. يعني